أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الصيني أن أرباح الشركات الصناعية الصينية انخفضت إلى 4.6% في أكتوبر تشرين الأول مقارنة مع مستواها قبل عام لتسجل تراجعا للشهر الخامس على التوالي. كما انخفضت الأرباح الصناعية التي تغطي المشاريع الكبيرة بنسبة 2% في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها. وقال مكتب الإحصاءات أن هبوط المبيعات وتزايد التكاليف أضر بالأرباح في صناعات النفط والصلبة.